موجز أخبار أهم. أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً من منطقة قرب العاصمة بيونغ يانغ في اتجاه الشرق، وقال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب اطلع على عملية إطلاق الصاروخ، مشيراً إلى أنه لم يشكل أي تهديد للولايات المتحدة. قصفت طائرات الجيش العراقي قضائي عانة ورا وغربي محافظة الأنبار قبيل انطلاق عملية أمنية واسعة النطاق لتحريرهما من احتلال داعش، واستهدف القصف خطوط إمداد داعش القادمة من الرقة باتجاه مناطق الأنبار الغربية بالتزامن مع قيام القوات الأمنية بالانتشار في مناطق الأنبار الصحراوية. قالت الأمم المتحدة إنها تشعر بقلق بالغ إزاء سلامة 15 ألف شخص ما زالوا محاصرين داخل مدينة الرقة السورية، ووصف مسؤول أممي الحالة الإنسانية داخل المدينة بالمأساوية، حيث يعاني غالبية السكان من تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية. فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران تستهدف 7 أشخاص ومؤسستين ضالعين في هجمات معلوماتية على النظام المالي الأمريكي. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنه تم تجميد كل الممتلكات والمصالح العائدة إلى الكيانات والأشخاص المستهدفين ومنع الأمريكيين من التعامل معهم. حذر مسؤول أممي من بلوغ السيناريو الأسوأ في أزمة اللاجئين الروهينجا المتمثل في لجوء كامل الأقلية المضطهدة إلى بنغلاديش، ويستمر تدهور الوضع الأمني في بنغلاديش التي فر إليها نحو 389 ألفا من أقلية الروهينجا المسلمة بعدما تم إحراق المئات من قراهم. أعلنت الجمعية الأمريكية للجلطات الدماغية أن أسلوب الحياة الذي يحافظ على سلامة القلب مثل ممارسة الرياضة والغذاء المتوازن وتجنب التدخين يمكن أيضا أن يحمي العقل من تراجع النشاط الذهني والخرف. احتفل سكان مدينة كولومبيا بما يعرف بعيد الكسل العالمي عبر الاستلقاء على الأسرة بشوارع المدينة، وقام سكان المدينة بنقل أغطيتهم إلى الشوارع للاحتفال بهذا العيد الذي يعد حدثا سنويا يقام هناك منذ عام 1985.